الأهلي والترجي وقمة عربية جديدة في دوري أبطال إفريقيا، نصف نهائي من نار. الأهلي والترجي، الأهلي بعد تغلبه على الرجاء والترجي بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائري. كل ما يخص مباراة الأهلي والترجي بس بعد ما تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل متابعة للصفحة على الفيسبوك يوصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي المشجع مع أحمد، حلقة جديدة ومباراة الأهلي والترجي التونسي، غاية في الصعوبة، مباراة غاية في الجمال، غاية في الروعة. الأهلي بعد تغلبه على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة والتعادل 0-0 في المغرب، والترجي التونسي بعد الفوز في الجزائر 1-0 والتعادل في الملعب التونسي ملعب رادس 1-1. شهدت مباراة الترجي التونسي أعمال شغب كبيرة جدا من جمهور الترجي التونسي، وننتظر عقوبات الكاف، ننتظر ماذا سيفعل الكاف مع الترجي، ولكن كل اللي احنا بنفكر فيه هو النادي الأهلي فقط لغير. موعد المباراة إن شاء الله مباراة الأهلي والترجي التونسي، المباراة الأولى ستكون في تونس يوم 12 أو 13 مايو القادم، ومباراة العودة ستكون يوم 19 في استاد القاهرة. النادي الأهلي يطلب الحضور بالساعة الكاملة في استاد القاهرة إن شاء الله، وإن شاء الله كابتن محمود الخطيب هيتدخل لحل أزمة الجماهير مع الأمن، ونشوف المدرجات ممتلئة عن آخرها بجماهير النادي الأهلي. المباراة مرة أخرى يوم 12 أو 13 في رادس في تونس، والمباراة العودة ستكون في استاد القاهرة يوم 19. على الفوز ناويين، على الانتصار مصممين إن شاء الله للوصول للمباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي. لعيبة النادي الأهلي قادرين، بتمنى من كل جمهور النادي الأهلي الاشتراك في قناة على اليوتيوب وعمل متابعة للصفحة على الفيسبوك يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.